اهلا بحضراتكم من جديد. ياسر رضوان نجم الاهلي ونجم منتخب مصر في ضيافه الاهلي الليله، شخصيه محببه جدا بالنسبه لي انا شخصيا واكيد محببه لكل الجماهير الاهلاويه. منور الدنيا نجم. ده نورك يا ميدو، وانا سعيد جدا ومبسوط ان انا موجود معاك النهارده. انت تنور اي مكان حبيبي، ربنا يخليك. اخبارك؟ يطمنا عليك الاول. الحمد لله كله زي الفل والله. فين الكوره؟ اخر المحطه كانت منتخب السويس، وحاليا مفيش حاجه لسه. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديلك ان شاء الله فرقه قويه جدا كده تليق بيك ان شاء الله باذن الله. قلبك عامل ايه؟ يخفق بسرعه غير عاديه. مش بقينا جماهير من الطراز التقيل؟ لا، وبعدين الحاجات اللي بتحصل بتخلي الواحد كمان يشتعل معاها، يعني انت فاهم، في حاجات بتخرجك عن شعورك وفي حاجات كويسه، لكن اللي بيخرجك عن شعورك بقى كتير، بقى زياده عن اللزوم كتير قوي. كتير قوي، بس احنا هنفضل على شكلنا اكيد طبعا. احنا طول عمرنا ما بنهتمش باللي بيحصل حوالينا، اكيد احنا مركزين في حاجه معينه بنحاول نوصل ليها بالمجهود والعرق، واعتقد ان الحمد لله دايما ربنا بيوفقنا فيها. يعني اكيد اجواء القمه بالنسبه لك انت كلاعب كوره؟ طبعا هي مباراه طبع خاص جدا، خلاف مباراه الدوري كلها، هي بطوله لوحدها المباراه دي، الاكثر تركيز فيها. انا كنت ببقى مركز فيها جدا، ابقى ملتزم بكلام المدير الفني، ابقى اكثر هدوءا، كل الحاجات دي بتوصلك للي انت عايزه في الاخر. فاعتقد ان اللعيبه لو قدرت تركز وتحافظ على هدوءها والتزامها بطريقه اللعب او بالكلام اللي مستر لاسارت بيوجهه ليهم، اعتقد ان النتيجه تقف صالحنا ان شاء الله. دايما بنقول مباريات القمه خارج التوقعات تماما. انا بسال ضيوف النجوم الكبار، يعني بشوف رايهم ليه الاهلي بيبقى في كامل لياقته وكامل لعبته وكل حاجه تلاقي الزمالك كسب. العكس تماما، الزمالك برضو بقى طول عمرها فرقه قويه جدا، فرقه عندها لعيبه مميزه، والاهلي بينزل يكسبها وبيخرج. فمباريات عمرنا ما نعرف نتوقعها. ايه السبب من وجهه نظرك برضو؟ وجهه نظر الشخصيه، الضغط العصبي يا ميدو في التوقيت بتاع المباراه نفسه. يعني بص لتوقيت المباراه دي، الاهلي فرق 2 بونت عن الزمالك، الزمالك متصدر، ان الاهلي ان شاء الله يكسب خلاص اعتلى الجدول، ان الزمالك تعادل او كسب هيفضل زي ما هو اول الجدول. الضغط العصبي بقى عند اللاعب نفسه، يقدر يتحمله ولا لا؟ انا شايف ان الضغط العصبي علينا مش زي على نادي الزمالك، لان انت جاي من تحت، واللي جاي من تحت ده بيبقى الحافز والطموح عنده اكبر واقوى. طول عمرنا بنقول اللي بيجي من تحت بيكسر حاجات كتير جدا عشان يطلع. بالظبط. مش معنى كده ان انا بقول مثلا نادي الزمالك ما عندوش ضغوط، لا، بس الضغوط اللي عندنا مختلفه. الضغوط اللي عندنا طموح، الضغوط اللي عندك خوف من الخساره، خوف من الفرقه دي هي اللي تعديك، فطبعا بتاثر عليك بشكل سلبي. فاعتقد دي عشان كده المباراه بتبقى طبع خاص، يعني لها طبع خاص ما تقدرش تتكهن بالنتيجه بتاعتها. ده خوف ورعب وحاجات كتير جدا. بيقول لك لو خسرنا الاهلي ورجل الدوري و طبعا عارفين بقى الاهلاويه، يعني عارفين بقى الخساره بالنسبه للفريق المنافس تبقى عامله ازاي وشكلها عامل ازاي، والاهلي في الحاجات دي ما بيهزرش. والفانيلا بيبقى ليها، او شكل الفانيلا ولون الفانيلا يا ياسر، دي حقيقه بيبقى ليها رهبه شويه. اكيد طبعا، اللون الاحمر ده حتى مع اي منافس. اتفرج على اللون الاحمر في العالم كله، يعني هتلاقيه بيأثر مرعب. طبعا بيأثر مرعب على الفرق الثانيه بشكل غير عادي. يعني حتى هو منظر الملعب لما بيبقى فيه التيشيرتات الحمراء بيبقى مختلف عن اي تيشيرت تاني، تحس ان هو واخد او واكل الجو بالبلدي كده، ان هو ايه، مسيطر على الملعب كله. يعني لو قلت لك القمه دي مختلفه عن اي قمه، ممكن يكون اختلافها في ايه؟ في الاحداث الخارجيه. يعني انا الموقف يمكن اتكرر من فتره مع النادي الاهلي، والحمد لله في الاخر احرزنا البطوله، وكان فرق برضه 13 بونت في الاول وقدرنا ناخد البطوله. لكن الاجواء اللي موجوده حاليا ميدو هي اللي مصعبه الامور شويه، حته المشاحنات الزياده سواء من التواصل الاجتماعي او 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 بعض الاعلام، حته الشحن دي وصلت الموضوع اللي هو اكبر من ماتش. لا، ده هو مباراه في الاول وفي الاخر. صحيح انا معاك في الكلام اللي انت قلته في الاول، ان فعلا اللي هيكسب المباراه دي حسم الدوري بشكل كبير. بس انا بتكلم في كوره بس، انت بتتكلم في نقطه ثانيه هناقشك فيها وانا معاك فيها جدا، لكن انا بتكلم في كوره بس. اللي هي مباراه حاسمه، اصل انا قابلت ناس قالوا لا مش مباراه حاسمه، لا ده اللي هو يعني في اتجاه، لكن هي حاسمه الاهلي وزمالك. ده الدبلوماسي، يعني الكلام الدبلوماسي اللي هو يقول لك ايه، هنكسب بس مش ده اللي لا، انا بقول اللي هيكسب المباراه دي بنسبه كبيره جدا خلاص الدوري، لان ان شاء الله الاهلي اعتلى القمه مش هينزل خلاص. دي حقيقة. الموضوع منتهي يعني. دي حقيقة.
لا قدر الله حصل حاجه غير كده هيبقى الفرق يا هيفضل على 2 بونت يا اما هيبقى فرق حوالي 5 بونت بالزبط. فهتبقى برضو فيها صعوبه بالزبط. وانت هتلاعب برضو عندك ماتشات للاسف رخمه للفتره اللي جايه، عندنا 7 مباريات او 8 مباريات في شهر واحد بالظبط، يعني عدد مباريات كبير جدا وكلها ماتشات صعبه، مفيش ماتش سهل يعني بالظبط. لكن خلينا نروح للنقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها ونقطه المشاحنات اللي على وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا عموما، هم ليهم عذرهم. السوشيال ميديا يعني كيان اه طبعا هو مرتبط بينا جدا واحنا مرتبطين جدا، لكن هو السوشيال ميديا اللي بيخلي اللي بيأثر في الرأي اللي في السوشيال ميديا ده اللي هو المسؤول اللي بيطلع يتكلم أكيد. وبيشحن الناس بقى سلبا او ايجابا. اتكلمنا في النقطه دي امبارح، كان معايا ضيوف بصراحه وقعدنا نتكلم فيها ايجابيا جدا جدا. احنا كجانب اهلاوي دايما بنتكلم بالايجاب، يا جماعه دي مباراه حاسمه نموت بعض في الملعب، اه ده حق مشروع لاي فريق، لكن بنتكلم ان احنا بنشحن ايجابيا، بنشحن الجمهور بتاعنا ايجابيا، ما بنشحنش سلبيا ولا اننا في الشكل ده خالص. فنيجي نلوم على السوشيال ميديا، ما ينفعش. لا بص برضه في نقطة مهمة جدا يا ميدو، انت يعني كلنا في موقع التواصل الاجتماعي، انا عندي اصدقاء وانت عندك اصدقاء بالظبط، مصريين وعرب بالظبط واجانب وكل الجنسيات هتلاقيها موجودة عندك. فايه الانطباع اللي هياخده لما يشوف الحاجات اللي بتتكتب او المشاحنات اللي هي السلبية مش الايجابية؟ انت بتتكلم على شكل مصر، ما بتتكلمش على شكل النادي الاهلي او نادي الزمالك، لا احنا عايزين نخلي شكلنا كويس يا جماعه. هي مباراه نديها حجمها، نبقى كله متحمس لفريقه ان هو يكسب، ما نخرجش عن شكل بس عمرنا ما خرجنا عن اطار ان هي مباراه بس. انت بتشجع فرقتك وانا بشجع فرقتي، وفي الاخر اللي بيكسب مبروك واللي بيخسر هارد لاك، والدوري بيكمل. برافو عليك. فاحنا مش يا جماعه نحافظ على شكلنا قدام العالم، مش 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 بس قدام نفسينا، يعني مش عايزين نضحك على بعض. لا انا شخصيا عندي ناس كتير جدا عرب اصدقاء لما يخشوا على الصفحه عندي ويشوفوا الحاجات اللي انا خلاص الواحد بقى سوري يعني قرف ان هو يفتح الحاجات دي من كميه الحاجات اللي موجوده سلبيه، يعني برافو عليك، تاثر بالسلب وتاثر على شكل مصر وانت داخل على حدث كبير. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، برافو عليك. لازم نبقى في اطار المباراه بس، ما تطلعش بره المباراه. برافو عليك. وبالايجاب مش بالسلب، ده اللي بتكلم فيه ودايما بقول ان احنا كجمهور بنناوش بعض شويه على السوشيال ميديا، هنكسبكم هتكسبونا، يعني لا نتعدى حدود الكوره. انا لما بكتب بوست عندي على الفيسبوك والله العظيم يا ياسر، وانا بقى يعني انت عارف عندي ناس اصحابنا زملكاويه كتير جدا، انا هنكسبكم ونكتب مش عارف ايه وهنعمل فيكم ايه، لما بلاقي حد زملكاوي قوي زعل من البوست يعني بحاول افهمه يا جماعه والله العظيم ده تهريج مش اكتر، لما بلاقي الموضوع لا بروح شايله خالص. فكلامنا في الاول وفي الاخر هو كلام ان احنا بس بنناوش بعض بنهزر مع بعض، لكن يتعدى حدود الكوره لا طبعا، يعني غير مرفوض. لا مرفوض غير منطقي يعني اساسا طبعًا. كمان غير منطقي. احنا ودايما باكد الجمهور الاهلاوي والزمالكاوي والاسماعيلاوي كل الجمهور حاجه واحده جدا، واحنا حريصين ان احنا نقوي الروابط بين الجماهير اكيد اكثر ما بنهدمها يعني. اكيد طبعا. لكن تعالى ارجع بيك شويه لمباراه القمه اللي انت لعبتها، اصعب مباراه كانت بالنسبه لك انت شخصيا كانت ايه؟ اصعب مباراه كانت بالنسبه لي يمكن كانت كاس السوبر، يعني كان بالنسبه لنا الموسم اللي قبليه طبعا ما حققناش الا بطوله الكاس، فكان الموضوع بالنسبه لنا صعب، ودي بدايه سنه جديده وكان قبل الموسم ما يبدا، فكنا عايزين نبدا الموسم بحاجه تدينا دافع وتدينا حماس ان احنا نبدا نعمل موسم كويس عشان نرجع الدوري تاني. تمام. فبصراحه مباراه السوبر دي كانت صعبه جدا بالنسبه لي، هي خلصت ضربات جزاء في الاخر، الحمد لله انا كنت اول واحد احرزت ضربه الجزاء. ماتش كان صعب جدا، دي يمكن اخر مره شفت فيها جمهور اهلي وزمالك تقريبا على ما اعتقد قاسمين الملعب، منظر اكثر من رائع. جميل جميل. النص احمر والنص ابيض. جميل. الناس بتشجع باحترام جدا، وكان الماتش غير عادي يعني بصراحه، وكان ماتش فيه كوره، مفيش الحاجات اللي احنا بنشوفها او بنسمعها دلوقتي، مفيش حاجه لا ده لعيبه النادي الاهلي مش هتصافح لعيب ليه؟ اذا كنت انا وانت، انا اهلي وانت زمالك او انا زمالك وانت اهلي، وبنخرج بعد كده مع صحاب. بعض وبنتقابل صحاب. وبنروح وبنعزم بعض ونتقابل في المناسبات، هيجي في قدام العالم كله مش هسلم عليك؟ خصمين. برافو عليك. يعني حاجه صوره زمان، ده صوره لينا كلنا. بلاش الكلام اللي هو ينرفز او يسخن بعض الناس اللي ما بتبقى متخيله ان الحاجات دي بجد، لا الحاجات دي مش بجد خالص يا جماعه، الحاجات دي بس الناس بتحطها كده عشان تهيج الدنيا، واحنا في غنى عن الكلام ده خالص في التوقيت ده خالص. انا بتفق معاك 1000000%. مين اللي شد ضربات جزاء من النادي الاهلي تفتكر؟ على ما اعتقد كنت انا وشيتوس،
تقريبا وهادي خشبه، يعني مش متذكر بيت المجموعه يعني، بس ده اللي شاطر يعني اللي فاكرهم كويس قوي يعني. مين اللي حد ضيع؟ لا الحمد لله احنا الخمسه احرزنا. مين ضاع من الزمالك ولا ما تفتكرش؟ والله تقريبا على ما اعتقد الكابتن حسام او حاجه زي كده يعني، ده حسام حسن؟ اه تقريبا يعني. ده دلوقتي خلاص. لان ابو واحد اللي كان واقف يومين. كان مين واقف لنا؟ كان عصام. عصام الحضري. اه. صد. اه صد ضربه. لكن كانت بدايه حلوه. كانت جميله بصراحه. ولما تكسب الزمالك او الزمالك يكسبك عشان الزمالك ما يزعلوش، بيبقى لها طعم تاني خالص. اكيد طبعا لما تبدا موسم ببطوله كمان يا ميدو، مش بس مكسب، هو مكسبين مش مكسب واحد، مكسب انك بتكسب المنافس الند ليك وبتاخد بطوله، دي حاجه كويسه جدا وبتبقى دافع قوي جدا. لكن طبعا الظروف في الموسم ده برضو اتلخبطت معانا شويه. اكيد جه مستر اوليفيرا في الفتره دي ما مشيناش كويس، بدا تغيير الجهاز الفني، الكابتن فتحي مبروك مسك شويه. المهم حصلنا على الكاس برضو في الموسم ده يعني. لكن مباراه كنت داخلها برضو اهلي وزمالك وواثق منها جدا انت تكسبها، ولا قدر الله خسرناها. ما خسرناش، تعادلنا. تعادلنا 2002 2003 كان مباراه الدور الاولاني، كانت اخر مباراه في الدور الاولاني. يعني ده نفس الشبيه نفس الموقف اللي احنا فيه حاليا، كنا احنا متفوقين بحوالي فرق 11 بونت وخسرنا الدوري في الموسم ده مع مستر بونفرير ماتش امبي. انا مش فاكر الماتش ده. ايوه فاكر يا اسف، الناس نسيت. جايب كل ما اجي معاك لازم افكرك بالمباراه دي ليه؟ ده احنا كنا ماشيين كويس قوي، ما خسرناش ولا مباراه من اول الدوري، ماشيين بشكل قوي جدا في الدوري الحمد لله، وكنا واثقين من المكسب بطريقه زي ما انت قلت في الاول يا ميدو ملهاش حسابات خالص يعني، كنا واثقين من المكسب بطريقه غير عاديه. الزمالك كان ماشي وحش جدا واحنا ماشيين كويس قوي، وفجاه حصل التعادل، المباراه خلصت التعادل. دي حقيقه. فانا هي ملهاش مقياس فعلا يعني. مباراه ام بي دي لو تعادت 50 مره هتكسبونا كتير والله العظيم. فضل وجلبرت مضيعين جوان غريبة، كنا بنشوف الكرة راحت الجون وتطلع كده، وعصام محمود يقول لي والله العظيم انا شايف الكرة ميدو داخلة في الجون. فهي كان لا مباراة كده غريبة، ما كانش في توفيق يعني وما كانش في نصيب يعني. استأذنك نطلع فاصل. اتفضل. ونرجع نتواصل مع النجم الكبير الكابتن ياسر رضوان. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه معايا النجم ياسر رضوان، برحب بيك مره ثانيه يا كابتن ياسر. حبيبي يا ميدو ربنا يخليك. لو قلت لك بنكون صداقات احنا مع لعيبه، ممكن زملكاويه اهلاويه اسماعيلاويه، حد صاحبك قوي زملكاوي اسماعيلاوي؟ في ناس كتير طبعا، حازم امام، طارق مصطفى، في مدحت، يعني الناس كلها من الجيل اللي موجود فيه. فتح الله. طارق السيد نحسبه ايه؟ بس طارق السيد طارق عسل كلنا. وفي طارق السيد، يعني الناس كلها بصراحه كلهم ناس محترمه وكلهم اصدقائنا وبنتقابل وكلنا بنبقى موجودين في اي مناسبات سعيده مع بعض، يعني الحمد لله العلاقات كويسه يعني. كان مين بيلعب باك شمال في الزمالك ايامك؟ كان طارق السيد. كان بيحصل مناوشات بينك وبينه كلام؟ انت عارف طارق اصلا دمه خفيف جدا. اه بصراحه. بس ما تطلع لي كان بقى مرعوب. اه لكن لا الحمد لله يعني كان دايما بنحترم بعض، لانه في الفتره دي كان موجود معانا برده في المنتخب، فما كانش في اي مشادات، كان تركيزنا كله. بص يا ميدو برده الاجيال اختلفت، احنا ما كناش بنفكر في حاجه غير في الكوره، غير في تركيزنا او في المباراه، ما كناش بنخرج نفسنا او اللي حوالينا بيستدرجوك لحاجات خارج المستطيل الاخضر او المباراه، زي دلوقتي بتلاقي كلام هنا عشان بعيد عن الكوره اساسا. يعني خالص يعني النهارده انت علي معلول هيلعب على مش عارف مين، طب هيبقى مش يا جماعه ما هو مباراه يعني، هم اكيد هم كانوا في الدوري التونسي بيلعبوا على بعض برضه، لو ما كانوش مع بعض في فرقه واحده يعني. انت لو شفت الفيديو بتاعهم هتموت على نفسك من الضحك، معرفش شفته ولا لا. لا ما شفتوش بصراحه. كان علي معلول وساسي ومش عارف كان مين اللي بيصورهم، مش فاكر كان مين اللي بيصورهم. النجم برضو كبير، كان فيديو مش عايز اقول لك ضحك السنين. انا بقول لك يعني الموضوع فرجاني اقول له انت بتهاجم بس وانا اخد المساحه اللي وراك، ومعلول يقول له ما انت برضو بتهاجم وما بترجعش. ده النقاز ولا ساسي؟ لا ساسي. ساسي. وانت بتهاجم برضو يا ساسي وانا هاخد مش عارف في ظهرك مين هيلعب عليك وهنعملكوا شوربه، وقال له النقاز مش عارف يعمل فيك، قال له ده انا هعمله شوربه.
فعارف هي دي روح اللعيبه ما بين بعضيها. هي المفروض دايما واحنا عارفين هي دايما كده يعني. وانا متاكد وواثق ان اللعيبه الحاليه برضو ما فيش اي مشاحنات ولا مشادات ما بينهم يعني. هي مباراه انا بقول لك هي الاجواء بس اللي حوالين المباراه هي اللي مبوظه الدنيا يعني خالص. بالعكس المباراه هتبقى مباراه كويسه وتليق باسم مصر وان شاء الله تطلع بشكل كويس يعني. شايفها تاخد اتجاه حماسي ولا اتجاه تكتيكي؟ بص دي هترجع للجهاز الفني. ما انت شايف المدربين، انت عندك لسارتي وعندك مدرب الزمالك يعني هي هتبقى الاثنين يعني هاديين. انا شايف ان الزمالك هيبقى حماس مفرط شويه وده يمكن هيبقى نقطه ضعف عندهم يعني. في الطبيعي انت الحماس لما بيبقى زياده او بيبقى عندك حماس اكتر بتبقى ممتلك مجريات المباراه، لكن كتر الاحداث اللي حوالين المباراه هتوصل لعيبه نادي الزمالك ان الحماس ده هيبقى زياده لدرجه ان هو هيغلط اللعيبه. يمكن شفنا اخر مباراه مع المقاولين كان في حماس زياده، كان عندهم اخطاء كبيره جدا في خط الظهر وكان ممكن يخسروا الماتش ما يطلعش تعادل يعني. فانا اعتقد مستر لاسارتي عنده هدوء اكيد، اتفرج طبعا على الزمالك اكتر من مره وعارف نقط القوه ونقط الضعف ويقدر يسيطر على المباراه. نص الملعب هيبقى هو المسؤول الاول والاخير عن مجريات المباراه يعني. كل النجوم اتفقوا على ان نص الملعب هو يكون سر النجاح أكيد. او مفتاح النجاح او أكيد. مفتاح الفوز اهلي او زمالك. ما انا هقول لك يا ميدو، لو نص الملعب في حالته الطبيعيه ونفذ التعليمات بما يجب يعني هتلاقيه في النواحي الدفاعيه قليل جدا لما الكره بتوصل لخط الضهر بتاعك، لان هو يعتبر الخط قبل الاخير في الهجمات اللي عليك. تمام. ولو هو كويس في الحته الهجوميه هتلاقيه مكمل ورا الفراوده، هتلاقي كل الكور اللي بتقع هو اللي بياخدها، فهيبقى سيطر على نص الملعب، هتقلل الخطوره على الجول بتاعك، هيبقى في خطوره دايما في نص الملعب الفريق المنافس ليك. لو قلت لك اختار لي رباعي هجوم النادي الاهلي يا كابتن ياسر هتختار مين؟ في ظل الكثافه ما شاء الله ما شاء الله اللعيبه كلها او معظمها اكتملوا، ودي كانت يعني حاله نادره السنه دي تحديدا. الحمد لله. طبعا عندك مروان ماشي بشكل كويس قوي الفتره اللي فاتت قوي، عندك اجاي فورمه كويسه، عندك ناصر ماهر ثبت الاربعه كده يعني، راس حربه مروان اجاي ناصر ماهر وعندك رمضان صبحي، ده واحد وثلاثه تحتيه يعني. جيراودو مش حاطه في الاربعه في الثلاثه اللي تحت يعني لان اخر مباريات ما شاركش في ماتشات افريقيا، فاعتقد ان هيبقى. وبعدين ده هو ممكن ما يكونش متعود على الاجواء بتاعه الماتش القمه، فبالتالي يبقى ممكن تغييره كويسه معاك. انا ده وجهه نظري يعني. ماشي بس انا ممكن اقول لك يعني لو انا مدرب احط جيراودو ومع حمدي النكاز او النقاز مش يعني على حسب ما بيسموه هو الاسم بتاعه، بحيث ان هو تعرف النقاز مهاجم بيهاجم على طول بيسيب في داره مساحات، جيراودو عنده سرعات كبيره جدا ممكن يستغلها، ده فكر يعني ده اتجاه. انا اقول لك فكره، لكن برضه رمضان وجونيور اجاهي احنا كنا برضه عمالين نتكلم. ما انا هقول لك رمضان هل اجاهي يلعب تحت مروان وتلعب مثلا برمضان وتلعب بجيراودو؟ لا هو يعني وتضحي بناصر لو انت عايز اربعه صح يعني. هو طبعا ناصر ماهر ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت، بس برضو اجاي بيعمل لك تقل في الحته الهجوميه، بيقدر يقف على الكوره، بيعرف يقف، وبعدين لما بيخش ال 18 بيعرف يجيب جول، بيعرف يجيب جول. فممكن يلعب تحت مروان. رمضان الفتره الاخيره او بعد ما رجع من اوروبا في نضوج في الحته الدفاعيه اكتر كمان من الهجوميه دلوقتي. رمضان كمان في حاله نفسيه بينه وبين بالظبط يعني. وجوده مهم، وجوده مهم جدا طبعا. لما يلعب على النقاز هيقدر يرجع معاه، رمضان عنده سرعات برضو، وفي نفس الوقت في الحته الهجوميه هيبقى عنده ابداع في الحته دي لان هو حافظ المكان ده كويس. انا قصدي جيراودو مع عبد الله جمعه، انا اسف. اه عندك حق، انا قصدي جيراودو مع عبد الله جمعه ورمضان مع النقاز. انا شايف كمان ان الشحات ممكن الشحات كمان عنده دوافع كبيره جدا، ده لازم استغل. ما هو دي بترجع انت عندك الشحات وعندك رمضان عندهم دوافع معنويه بالظبط كده عاليه قوي، ده لازم تستغله بقى. انت كمدير فني لازم تستغل وانا عارف ان هو في جلسات نفسيه كتير جدا حصلت الاسبوع اللي فات ده مع اللعيبه. الشحات ممكن في الماتش ده يعمل لك فرق غير عادي بالظبط على عبد الله يعني بالظبط، خاصه عبد الله كمان هو مش باك ليفت صريح،
يعني عنده هو لعيب كويس طبعا وماشي بشكل كويس جدا هايل. يعني لعيب كره هايل بس عنده اخطاء في الحته الدفاعيه لان هو اصلا مش مدافع بالظبط. حته التمركز امتى يحط رجله عشان يقطع ويحط رجله ينهي في حاجات كتير بتحصل يمكن في بعض المعلقين علقوا على الموضوع ده فممكن احنا نستغل الحاجات ديت في المباراه اللي جايه من حسين الشحات. كان معايا ضيوف الكرام بيتكلموا على قد ايه استغل مدرب الزمالك عبد الله جمعه وقد ايه وظفه كويس قوي. فانا قلت له لا انا شايف ان عبد الله جمعه فقد 50% من قوته طبعا لان عبد الله جمعه في الحته اللي قدام اقوى بكتير جدا جدا. عبد الله جمعه ما ظهرش خالص بشكله الحمد لله يعني الحمد لله ان شاء الله لما ان شاء الله لما صلاح يجيبه ان شاء الله يظهر بكامل قوته. ف عبد الله جمعه مش مستغل 40% منه لا هو والحمد طبعا لله. لكن هو استفاد منه ان هو عايز يلعب حد وعايز يلعب عبد الله جمعه فخلاه هو بيأدي فيها لكن ما بيبدعش يعني في بالظبط بيبدع في الحته الهجوميه يعني بيلاقي نفسه في الحته لما بيجي له فرصه ان هو بيروح وبيعمل اوفر اكتر من كده ما بيعملش لكن في النواحي الدفاعيه عنده اخطاء كتير. اتمنى ان احنا ان شاء الله في المباراه نستغل الحاجات دي. طب انت يا كابتن ياسر لو انا قلت لك اختار فعلا بقى دلوقتي انت قلت لي حسين انت لخبطتني انت لخبطتني قلت لي حسين مش احنا اللي هنتلخبط مستر لاسرد ولا هيتلخبط انت بقى انت كياسر رضوان واحنا كمان كمصريين عارفين قد ايه الدوافع اللي جوانا اهلي وزمالك تحديدا وعارفين هو مش هيحسها ممكن حد يقول له خلي بالك لكن هو مش هيحس الاحساسات المصريه أكيد. اللي هو أكيد. ده حد بيتكلم عليا بيقول لي بفلوس كتيره فلوس كتيره رمضان يا صبحي انا مش بسخنك انت ولا حسين انتوا عارفين الكلام وفلوس كتير وبتاع فمستنين بقى احنا نشوف ان شاء الله فهيلعب بمين وعنده حلول كتير جدا رمضان لا الشحات لا جيراودو كمان لعيب مش طبيعي خلي بالك ما شاء الله لا عليه حاجه بالظبط يعني. جونيور اجاهي ناصر ماهر عنده السليه حسام عاشور السليه بقى كمان بيعمل بوكس تو بوكس والتكمله الهجوميه على اروع ما يكون. بص يا ميدو برضو لازم ندي للراجل ده حقه الراجل ده ذكي جدا قدر يعدي مرحله صعبه جدا جدا على اي مدير ده السؤال كنت اساله لك هايل جميل قوي كميه الاصابات غير عاديه اللعيبه اللي موجوده معظمها ما كانش برضو جاهز او مفهوم مش في فورمه المباريات قدر ان هو يشارك الناس كلها وفي نفس الوقت قدر يستفيد منهم كويس جدا وطلع لنا عناصر هايله هاني وندفيد واكتر من لعيب كويس قوي وفي نفس الوقت رجوع النجوم الكبار بقى عنده تخمه من اللعيبه الممتازين. انا كمان ايد كلامك لما يجي مدرب ما يخليكش تقول احمد فتحي كتير ومين تاني وازارو كتير ووليد سليمان كتير وعاشور كتير والدنيا ماشيه تعرف ان هو مدرب لا انا بقول لك لازم ياخد حقه. انت بتتكلم عارف تتكلم في مين في احمد فتحي كل واحد فرقه سليمان. كل لعيب فيهم فرقه بتتكلم في بالظبط في عاشور بس عاشور طبعا كان مصاب ان شاء الله يرجع واحمد فتحي كمان تخيل احمد فتحي كمان في نص الملعب عنده اختيارات كتير جدا يا ياسر هو يعني انا وجهه نظري هو هيبدا كده يعني الشناوي طبعا ايمن وسعد اعتقد ان ياسر هيبقى الموضوع برضو اول قمه بالنسبه له الموضوع مش هيبقى بسهوله ياسر ابراهيم انه لعيب كويس ما فيش شك يعني هايل. من احسن سيرت باكات الموسم اللي فات كمان في الدوري هايل وسريع طبعا وقوي طبعا وجامبنج بس هو برضه ما تنساش ان سعد زميل عمل ماتشات هايله ضد الزمالك وكان من نجوم المباراه في بعض المباريات يعني ايمن اشرف انا بتفق معاك لحاجه لان انا محتاج مساك بيلعب برجليه الشمال انا محتاجه قوي بيبقى حافظ المكان قوي اكيد كمان بيعمل لك التغطيه العكسيه حلوه قوي لا هو ما شاء الله الولد بصراحة في الفترة الأخيرة كان ماشي بشكل كويس جدا يعني أخطاء قليلة جدا بيغطي ناحية الشمال بشكل محترم ده اللي أنت بتنوه ليه لأنه هو أساسا كان باك ليفت بالظبط فهو الطبيعي لما بيحصل زيادات وهيحصل زيادات الماتش اللي جاي أنت عارف النقاز على طول طاير عايز يجري لقدام فأنت محتاج باك لا بس خلي بالك يا نقاز أنت بتلعب الأهلي أنت بتلعب الأهلي هتجري هتلاقي 50 واحد وراك تحور وبعدين هتغلط أنت عارف اللي بيغلط بيحصل فيه إيه وفي هاني طبعا برضو ماشي بمستوى اكثر من رائع يعني إن شاء الله ده مش عليك. تقليل من إن شاء الله طبعا من احمد فتحي ده حاجه سيد الرجاله في حته ثانيه ده حاجه ثانيه خالص يعني انا دايما بقول سيد الرجاله بالظبط يعني بصراحه يعني لو احتاجناه جون هتلاقيه ومعلول موجود ما شاء الله عندك عندك بقى دلوقتي الحمد لله كنا قلقانين جدا انا واحد من الناس من حته قلب الملعب في السلية في السلية وقبل حسام ما يرجع يلعب الماتشات الوديه الماتش الودي اللي لعبه وكريم لما توقف انا سيب صالح جمعه وصالح طبعا مش بخوفكم يا جماعه والله
انا مش بخوفكم، انا بقول لكم الاسماء اللي موجوده اللي احنا مش عارفين لعبها. صالح جمعه، مين تاني؟ مين ونيدفيد بره كمان، نيدفيد كمان بره كمان موقوف يعني. يعني بنتكلم في صالح جمعه، بنتكلم في وليد ازارو، بنتكلم في رمضان صبحي، بنتكلم في اجاييه وجيراودو، بنتكلم في ناصر ماهر، وبنتكلم صلاح محسن. صلاح محسن، تصدق ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، وشريف. نمسك الخشب، نمسك وشريف الخشب داخل القايمة يعني. تعال نفكر، ومحمد شريف. أه؟ محمد شريف كمان حته لعيبه يا ساتر. انا يعني يمكن اللاعب الوحيد اللي لسه ما استغلش بالشكل اللي هو ال 100%. حته لعيب، لعيب قوي، لعيب سريع، ومطلعين احمد حمدي اعاره، ومطلعين احمد داسر ريان اعاره، يعني مساهمه لا ده مننا في كتير في تطوير ده بس. والجزار و الدوري. لا لا ده في ما شاء الله يعني. تعال افكرك وافكر الساده المشاهدين بقائمه النادي الاهلي اللي ما شاء الله، يعني ما شاء الله نمسك الخشب، مش عارفين نحط 11 لعيب. محمد الشناوي مش عارفين نحطهم من يعني من كتر اللعيبه الجاهزه ما شاء الله. محمد الشناوي ولطفي وشوبير، حسام عاشور، بتمنى طبعا الشفاء للنجم الكبير شريف اكرامي، حسام عاشور، احمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، ايمن اشرف، رامي ربيعه سنة رامي، ياسر ابراهيم، عمرو السوليه، ناصر ماهر، محمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات، صالح جمعه، وليد ازارو، مروان محسن، وصلاح محسن، ومحمود وحيد، وجونيور اجاييه، وجيراودو، وباسم علي ومحمد شريف. وباسم علي جاهز كمان احنا الحمد طب لله. طب ايه نختار ايه؟ والله يا صعبه يعني. اختار لي 11 لعيب، الله يكون في عونه مثلثات يعني. 11 لعيب كده والله صعبه يا مين. نلخبط الزملكاويه. احنا لو لعبنا صالح جمعه ولعبنا باسم علي، تخيل برضو اللعيبه دي لما تنزل. لا لعيبه برضو كله ينسى ان هو ما لعبش الكلام ده. لا مفيش بقى، هتلاقي زي ما انت قلت الماتش ده كتير. الماتش ده مختلف عن اي مباراه. آه يعني هتلاقي اللعيب بيأدي اكنه بقاله 100 سنه بيلعب ماتشات ورا بعض. السلبيه الوحيده بس مفيش جمهور. تخيل الماتش ده بالنجوم دي، اهلي وزمالك. انا بتكلم كمان عن اهلي وزمالك، خلي بالك الزمالك فيه لعيبه مبدعه والله. يعني بعد اساسي لعيب تحب تتفرج عليه طبعا. لا من احسن ديفندرات موجوده في الدوري الموسم ده يعني. بالظبط. بيفكرك بمين لاعب اساسي يا كابتن ياسر؟ زي في غالي كده يعني، زي حسام غالي بيلعب بدماغه، ما بيلعبش بدماغه. يعني بيعرف يقف كويس. حته الوقفه كويس دي يا ميدو كمان بتقلل مساحات الجري بالنسبه لك، بتوفر لك حاجات كتير يعني، تخليك طول 90 دقيقه واقف على رجليك. بالظبط. خلاف ما تقعد تجري في كل حته. بالظبط. كان معاه محمد هتلاقي فارس. نفسك مجهد في الاخر، هتلاقي نفسك التفكير بيخونك في بعض الكور يعني. كان معاه محمد فارس وكيشو، دول اولاد في السوشيال ميديا، رواد في السوشيال ميديا، بس عقليات جميله قوي يا ياسر، عقليات جميله قوي قوي. كان بيتكلم في نفس الكلام اللي بتتكلم فيه، ان هو بيمشي في الملعب حلو، بيعرف يمشي، بيعرف يهدي نفسه، بيعرف يوفر سبرنتاته، بيلعب بدماغه، وتخاف قوي من اللعيب اللي بيلعب بدماغه. اكيد طبعا. لو انت مدرب توقف ساسي ازاي؟ هو بص طبعا حته المان تو مان دي خلصت، بطلت في الكوره. وبعدين كمان انت بتلعب مان تو مان على لعيب بيلعب بدماغه، هيبقى صعبه جدا. هيبقى صعب جدا يعني. صعب انك تمسكه، لكن الالتزام التكتيكي داخل الملعب من نص الملعب خاصة احنا بنقول عليهم أربعة. صحيح في حالة الهجوم بنقول اثنين، لكن في حالة الدفاع بنقول أربعة. أربعة إن ما كانش الخمسة، أربعة واحد قدامهم اللي هو الخامس اللي هو تحت الفيرود. لا لا اللي تحت الفيرود كمان. بالظبط. مش الفيرود يعني، الأربعة الاثنين الديفندرات والطرفين. خمسة. تمام. والراجل اللي تحت الفيرود ده. وفي الكرة الحديثة كمان الفيرود نفسه بيرجع. الراجل اللي تحت الفيرود ده ميدو ممكن يشيل حركة ساسي. ليه دور كبير قوي. أه طبعًا. إن الكورة مش معانا، هو بس يمشي جنبه. زي ما يمشي جنبه. في حاله الكوره ما تبقى معانا، هيبقى هو عنده فرصه كمان، يبقى عنده مساحه يقدر يختارها ان هو يقدر اللي هو يشتغل اللي هو منها. اللي هو المان جاي او شايفه قدامي. يبقى قريب منه شايف. عشان بس تدي احساس للعيب زميله ان هو ما يلعبلوش، انا بالزبط. موجود. بالظبط. ده غير حتى الضغط. حتى لما يستلم كمان يشل رؤيته الفكريه. بالظبط. ده غير الضغط الاثنين الديفندرات حسب اتجاه الهجمه، مين اللي هيقرب منه؟ لو الهجمه من ناحيه اليمين الراجل بيروح يضغط وده بيقرب عليه شويه. مع الراجل اللي جاي من خلاص مفيش مساحه. بس احنا لازم ناخد بالنا كويس قوي يا كابتن ياسر. طبعا طبعا مستر لاسارتي طبعا هو غني عن الكلام ده كله طبعًا. بس احنا بنتكلم مع الساده المشاهدين، ودايما بنتكلم مع الساده المشاهدين اللي هم جماهير الاهلي اللي بيستنوا كلامنا. اخطر حاجه لو استغل نادي الزمالك، ودي انا متخوف منها وبفكر كل الناس بيها، لو استغل نادي الزمالك فرجاني ساسي ان هو يشغل السوليه وحسام عاشور، لان هم بيتحركوا في الخطوط يا ياسر حلو قوي. التلاتة بتوع نادي الزمالك إذا كان كهربا أو مين تاني بيلعب في، المهم أي تلاتة هيلعبوا بيتحركوا. طيب ده الفيرود. طيب. بيتحركوا تحت الديفندرات حلو قوي. في إبراهيم حسن بيلعب، أو وعندك أوباما.
اوباما. اوباما لعيب كبير بيعرف لعيب كبير بيعرف يتحرك كمان تحت الديفندرات، اكيد ودي هتبقى حاجه مشكله للسرد باك. ايه مشكله للسرد باك؟ طبعا مشكله، لان السرد باك هيضطر ان هو يسيب مكان عشان يطلع اللي جاي اللي ضرب السوليه وحسام عاشور اللي اتشغلوا بفرجاني ساسا. عشان كده انت بتقول كلام مهم جدا، اللي هو اللعيب اللي تحت الفرود لازم يبقى خلي باله من هي ده حلها الوحيد بس عشان يدي حريه شويه للديفندرات. هي ده حلها الوحيد، برافو عليك، لان هو اللي بيلعب فرقه الزمالك. برافو عليك. يعني لما تلاقي الكوره بتقطع طارق حامد بيقطع وبيسلم، لكن اللي بيفكر كله هو ساسا. طارق حامد مقاتل بمعنى الكلمه، يعني اللي هو اقطع واسلم وواقف. هو لعيب كبير طبعا، مفيش شك طبعًا يعني لعيب مقاتل ومن اللعيبه الكويسه جدا طبعًا. واخر ماتش المنتخب كان من افضل اللعيبه موجوده في الملعب طبعًا بصراحه. طارق حامد نموذج لعيب الكوره. لكن اللي بيفكر لفرقه الزمالك اثنين، ساسي واوباما. اوباما بالظبط، هم دول الخطوره كلها بالظبط. كهربا الاثنين باردين، كهربا لعيب كبير، الاثنين باردين بالوقت، لكن معروف يعني معروف هيعمل ايه، حلوله ايه. انا كباك ممكن اخليه دايما لبره بالظبط، ما خلوش يخش جوه الملعب. شغلانتك انت دي، لان دخوله جوه الملعب هيبقى على عدلته في ناحيه اليمين، فيقدر يعمل وانتوهات، يقدر يشوط، يقدر يعمل اوفر قصير ولا حاجه الفيرود. انا اخليه دايما مرمي لبره، واعتقد ان هاني يعني كفيل الحمد لله ان هو يقفل الحته دي هايل. لكن اوباما هو الخطوره بعد ساسي. هايل. لو قدرنا الاثنين السرد باكات او الديفندر التاني، لا خلينا السرد باكات مشغولين بواحد في الفرويد اللي هو المان، والتاني اللي هو عامل كفر عليه في وقت من الاوقات غصب عنك في الضروره القصوى بقى. في الضروره القصوى لازم تضغط عليه، في الضروره القصوى ما ينفعش اسيبه، لان عشان كده ياسر لو انا رجعت كلام مهم جدا، خلي بالك لو انا رجعت هو خد فرصه للتفكير بالظبط، وهو بيعرف يفكر. لا احنا مش هنسيبه. ان انا اقصد ايه، ان هو في الفتره اللي هيعدي منها من الاثنين ديفندرات لازم السرد باك يضغط عليه. برافو عليك. ولازم الباكين في الحاله دي يقفلهم جنب لازم يحرروا الاطراف خالص، يخليهم براحتهم، لان الجول مش هيجي من القلب، مش هيجي من بره، هيجي من القلب. تمام. لكن احنا مش عايزين بقى، ده اللي بتكلم فيه، ده اللي باكد عليه، احنا مش عايزين الحته اللي يبقى اوباما او فرجاني ساسي في مواجهه الاثنين المساكين، مش عايزينها. لا هو فرجاني زي ما احنا قلنا هو الراجل اللي بيلعب تحت الفراوده عندنا، سواء اجاييه او ناصر ماهر، يلتزم بيه في الحاله لما تكون الكره مش معانا، لازم يقرب، بس يقرب ايا كان شكل بالزبط. يعني انا شكل بس واقف جنبك، والتحرك طبعا بتاع الاثنين الديفندرات لازم يبقوا مربوطين ببعض، ما ينفعش يبقى في مسافات كبيره، لان المسافات الكبيره دي هتدي مساحه للي احنا بنخاف منه، واللي احنا بنتكلم عليه. حسام عاشور بيعملها حلو قوي بصراحه، ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. يعني بيبقى واقف، عارف هو واقف فين، أكيد. واقف في قلب الملعب، خبرات كبيره ما بيطلعش عنه ياسر، خبرات كبيره جدا جدا يعني، ومثل يعني اللي يتدرس يعني. لازم حسام ده كل المدربين او كل اللعيبه اللي بتلعب في المكان ده لازم يتفرجوا عليه طول عمرهم عشان يتعلموا منه ازاي هو كان بيعرف يتحرك، ازاي بيقطع، لعيب مدرب، ازاي ما في من غير فاولات كتير، لعيب مدرب، لعيب غير فاولات يعني قليل قوي لما تسمع ان حسام ايه اتوقف عشان ثلاث انذارات، قليله جدا، مع ان هو بيعمل فاولات كتير جدا، بيعمل فاولات وفي نفس الوقت بيقطع كور كتير بالظبط. ليه؟ بتوقع كويس، خلاص خد خبرات، بيعرف يقف، بيعرف يتحرك، اللي هو مشيته في الملعب السليم بالظبط زي ما احنا قلنا على اساسي. لا ده بقى بيجري كتير فعلا بس بذكاء، مش طول عمره، خلي بالك يعني موضوع السن مش فارق معاه، لا لانه خالص طول عمره خالص حاسب خطواته، هو بيفرق معانا كتير جدا. طول ما هو العمود الفقري بتاع الفريق في ظهره وسط الجول وفي وشه وسط الجول بيبقى مريح نفسه قوي، طول ما الكوره قدامه يعني، خلينا واضحين عشان برضو الناس تبقى عارفه، طول ما الكوره قدام الديفندر هو واقف صح. ده انا قصدي كمان تمركزه هو، في الديفندر بيميل مع الكوره، لا حسام ما بيميلش مع الكوره غير لما يكون مضطر قوي. لا ما بيسرحش بالظبط، هو بيروح امتى؟ لما بيحس ان الجبهه كلها اتضربت سواء من باك او هاف قدامه، فبالتالي لازم يروح، ما انا مش هطلع السيد باك ولا يروح يضغط، لا هو يروح وبقيه الخط يلف تاني يرجعوا يقفلوا نص الملعب. طيب اذا كنا احنا بنتكلم على اوباما وفرجاني ساسي كده بنقول ان هما اتنين هيعملوا لنا مشكله، طيب المعسكر الاخر بقى هيتكلم على رمضان صبحي ازاي؟ انا بطمنكم بس، هيتكلم على حسين الشحات ازاي؟ او ازارو ازاي؟ او مروان ازاي؟ او رمضان صبحي ازاي؟ او ناصر ماهر ازاي؟ او محمد هاني ازاي؟ او علي معلول ازاي؟ لا هم عندهم صعوبه كبيره، خلي بالك يعني الموضوع احنا بنتكلم في اتنين يا جماعه، بنتكلم في اتنين عملوا لنا خطوره ملموسه ومحسوسه. هو بيفكر برضو لكن بيفكر بشكل اكبر يا كابتن ياسر. اكيد طبعا هو عامل حسابه ان اللعيبه اللي قدامه دي
كل لعيب فيهم بيعمل فرقه يعني، سواء رمضان، ازارو، اي حد من الناس، ناصر، اي حد، شحات، علي معلول، هاني، عندك الحمد لله باكين على اعلى مستوى بيقدروا يهاجموا ويدافعوا بشكل جوان كويس وبيحرزوا. الحته الجديده على هاني ان هو كمان بدا يخش قلب الملعب، وده قليل جدا لما تلاقي باك رايت او باك ليفت من النوع اللي بيخش جوه. بالظبط. علي معلول بقى فنان، او هو كان فنان وكان يعني ايه مكسوف مننا، كان لا كان تقيل، بتقل علينا بتقل علينا بتقل علينا. دلوقتي بقى يخش جوه ال 18 ويشوف ويرقص ويحطها لك يا دوب يعني، انت بس ايه حط جون يلا وتعالى يعني. وشفنا الكلام بالزبط. ده في الماتشات الاخيره، فهو اكيد عنده ضغوط غير عاديه، ضغوط كبيره. هيوقف الاطراف ازاي؟ هيوقف الناس اللي جايه من قلب الملعب ازاي؟ السوليه ما شاء الله بقى عنده حته كمان الدخول ال 18 والتصويب واحراز الاهداف، بقى وبيلعب بدماغه، بيلعب بدماغه كويس. بص انا بقول لكم كمان اول مميزات عشان تعرفوا ان احنا صراحه معاكم جدا، هو بيلعب بدماغه وبيشوط. احنا الميزه ميدو عندنا، الميزه عندنا بصراحه يعني، انا بتكلم بصراحه، ان احنا تيم، كرتنا كرة جماعية، ما بتعتمدش على نجم. برافو عليك. احنا بنعتمد على الجماعة او الجماعية، والوصول مين اللي يجيب مش مشكلة، بس المهم ان احنا بنوصل بشكل معين وبنوصل وعشان نحرز هدف، مين اللي يحرز الهدف دي مش مشكلة، لكن هم معتمدين على ناس معينة، لو وقفت الناس المعينة خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لهم يعني. ده وجهة نظري الشخصية يعني. دي حقيقة. دي حقيقة، دي حقيقة. لكن برضو قول لي ياسر، ازاي ممكن هو، او دخلني في تفكيره شوية، ازاي ممكن نواجه كل الجماعيه اللي انت بتقول عليها؟ واصعب حاجه انت تواجه جماعيه. احنا اتكلمنا على الزمالك كافراد، لكن لما اتكلم على الاهلي كافراد وكجماعيه الموضوع صعب جدا. عندك جونيور اجي عنده حلول فرديه، عندك جيراودو عنده حلول فرديه، عندك رمضان عنده حلول فرديه، عندك ازارو او مروان عندهم حلول فرديه، عندك ناصر ماهر عنده حلول فرديه، والحلول الفرديه دي كلها بشكل جماعي. ما هو ده الفرق بيننا وبين اي فرقه تانية يعني، ان احنا الحلول الفرديه دي بتخدم الجماعه، لكن الفرقه التانية انا اعتقد ان كل واحد هو عايز هو اللي يجيب الجول، كل واحد عاوز هو اللي يبقى ليه بصمه، فدي بتعمل فرديه اكتر. وزي ما قلت لك في اول الحوار يا ميدو، ان حته الحماس الزايد ده انا واثق ان هيبقى عندهم اكيد مساحات كبيره جدا وهتستغل بشكل كويس ان شاء الله. صعب انك توقف فرقه بتلعب جماعي، لو مهاري هقول لك يعني خلاص، حته هتوقف له واحد ورا واحد مش عارف ايه، هو انت عارف هو بيرقص وبيخش لجوه مثلا، لو رمضان هيخش لا انت هتوقف له، هتخلي الديفندر يبقى قريب من الباك اول ما يخش جوه يقوم ضاغط عليه، لكن لا رمضان بيخش وبيعرف هو في ناس بتتقابل، في ناس، في حاجه بتتعمل، في حاجه متمرن عليها. بالظبط. وشفنا الماتش الاخير علي معلول وصل مرتين ازاي، فضوا ناحيه الشمال خالص وعلي معلول وصل لوحده، وبعد كده عملوا الكره يعني جونين بالكربون، حاجه بالزبط. معموله يعني حاجه حافظينها، فدي بتبقى بتعمل صعوبه للمنافس كبيره جدا. لو قلت لك هدف مش هتنساه في لقاءات الاهلي والزمالك، مش لازم تكون لعبت في المباراه دي، ابو تريكا. ابو تريكا، ابو تريكا جاب كتير. الهدف اللي هو اللي هو موه وحطها، اللي راح بعد المنصف مش عارف، ممتع، هدف ممتع بصراحه. كان معايا عبد المنصف كمان اشاد بالهدف ده. المنصف مش عبد المنصف، هدف جميل طبعا. بركات ليه هدف في سقف الشبكه ده صاروخ، كان برضو من لما رقص من ناحيه الشمال ودخل، الشمال ودخل وراح شويتها. بصراحه من الاهداف اللي ابو تريكا هدفه عالي او دماغ في عالي، في فن، دماغ برضو ابن اللذين، ما فيهوش قوه، هو في فن. كان معايا مين قال لي ده من ساعتها عبد المنصف مش يظبط الزوايا. مع احترامنا طبعا للصديق العزيز عبد المنصف، طبعا جون كبير طبعا، شخصيه جميله وحظه انه كان بيلعب ماتشات الاهلي، الاهلي كان بيبقى فايق فيها جدا. طبعا. لكن عبد المنصف عامل ماتشات مع دجله اكيد من اروع ما يكون بصراحه، تحس ان هو رجع للعشرينيات تاني. تعالى طب نشوف تقرير عن راي الجمهور عن أروع أهداف القمة، ونرجع نكمل مع النجم الكبير كابتن ياسر رضوان. في أهداف لا يمكن تنسى، من ضمن هذه الأهداف هدف خالد بيبو في يوم 6، سجلنا 6-1، هدف دي الهدف السادس كان له رونق غريب وعجيب، وهدف لا يمكن ينسى. أما كتير، بس المنسوب دلوقتي هدف أسامة حسني في الزمالك الجول الرابع في الكاس، انها كاس 4-3. في أجوان كتير يعني، كل جون من لعيبة الأهلي
كان دي ذكرى معايا، وبالاخص يعني جون بتاع كابتن الخطيب بتاع ماتش 4-2. هو هدف الكابتن محمود الخطيب في مباراه 4-2. هدف ايفونا لما مدحت شلبي بعد وست ثلاثة. في اهداف كثيره قوي بالنسبه اللي احرزها الاهلي في الزمالك، يعني انا راجل كبير شويه في السن، في اول هدف افتكره هدف الخطيب في ماتش 4-2 في الكاس دوت، كان هدف جميل جدا جدا. الخطيب مفروض ما تقريبا كان مصاب او حاجه زي كده، وبعدين هيدوكوتي نزله، فكان فاضل على الماتش حوالي ربع ساعه، حول الماتش وبعد كده جاب عبد الحميد جاب جون وانتهت النتيجه 4-2، وكانت فرحه كبيره جدا جدا بالنسبه لجماهير الاهلي. الجون بتاع بركات لما جاب جون في اخر دقيقه خالص ماتش، لما اتعادلنا 3-3 في اخر الماتش، كنا خسرانين 3-2 وبركات جاب جون اتعادلنا على طول في اخر الماتش. اهلا بحضراتكم من جديد. اهداف كتير جدا بصراحه طبعا، ومتعه للتاريخ النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. طبعا كل هدف ليه ذكرى لوحده، يعني ما فيش كلام. يعني كان الكابتن ربيع ياسين معايا امبارح وكان بيتكلم على الخطيب، بصراحه كله بيتكلم على الخطيب حاجه، هم زمايله كمان. يعني تخيل بقى الناس اللي ما شافوش كابتن الخطيب، هو اللي كان بيدخل التمرين الملعب بترج، يدخل الاستاد الملعب بترج، وقف الاتوبيس كل الناس مستنيه تبص على الخطيب. بس ميدو يعني صعب جدا ان لعيب من الجيل اللي قبل كده ان الاطفال يبقوا عارفينه او يبقوا حابين يروحوا يشوفوه او كابتن خطيب لحد الان تلاقي الاولاد الصغيرين اول ما بيشوفوه بيجروا عليه. فعلا. طب انتوا ما عصرتوش ولا شفتم ولا عملتم ولا الله. فسبحان الله، يعني ربنا يحفظه. يعني سبحان الله، احنا كنا بنتكلم على كابتن خطيب كده قبل ما يبقى رئيس النادي، عشان بس في ناس كابتن خطيب طول عمرنا بنعشقه، طول عمرنا بنعشقه، اهلاويه وزملكاويه خلي بالكم، وكل الجماهير بتعشق كابتن محمود الخطيب. لو اتكلمنا واقعيا او على ارض الواقع يا كابتن ياسر، المباراه رايحه لمين؟ من غير بقى يعني حسابات المباراه نفسها في 90 دقيقه، احنا كده من بره شايفين المباراه رايحه لمين؟ الظروف، العوامل، اللعيبه، اجهزيه، الحاله العصبيه. بالفتره السابقه اللي هي الاسبوعين الثلاثه اللي قبل المباراه كل الاتجاهات ناحيه النادي الاهلي، سواء بقى في الماتشات الافريقيه او في الدوري. اعتقد ان الاهلي هو الاقرب في المباراه القادمه، يعني التركيز اعلى، الحافز اعلى، طموح، اثبات الذات، لعيبه كتير مستنيه المباراه دي، وخاصه انت ذكرت اتنين بس منهم، انا اعتقد ان الفرقه كلها مستنيه المباراه دي، يمكن حتى المدافعين لا يقلوا عن المهاجمين في شيء. علاء ميهوب يا جماعه طبعا. ولا كابتن زكريا ناصف ده، الله، احنا كده مش هنتكلم عن اتفرج على كابتن طاهر ابو زيد برضو، هدف ماتش الكاس طبعا، الفاول طبعا، كابتن ربيع ياسين يا جماعه امبارح قال لي انا كنت موهوب وانا من صغري، انا موهوب اصلا الحاجات دي يعني. ايوه جميل جدا، شخصيه طبعا. انا بعشقها كابتن ربيع ياسين. قلت له يا كابتن انت كنت بتلعب برجليك اليمين ولا الشمال؟ قال لي انا كنت موهوب اصلا بلعب باي حاجه، باكلفت حريف قوي بصراحه. يعني احنا الجول بتاعنا كان حريف، يعني هو كابتن ربيع من الباكات ليفت. بصوا يا جماعه احنا كنا بنسلم الكوره، ما تقولوش بقى برشلونه والكلام ده كله بقى، وكان الكابتن ثابت البطل رجع لي اللقطه دي كده لو سمحت، شوف الكابتن ثابت البطل بيسلم الكوره فين، اهو بصوا يا جماعه، ولاعيب نادي الزمالك اهو، بصوا يعني الثقه موجوده من زمان اهو. ما لو كان كنت فاكر جوارديولا اللي اخترع القصه دي، بص كان حاجه وشكل وروعه واستاد وجماهير كانوا مزينين الملعب. كابتن ياسر اهلي طبعاً. وزمالك كان اهلي وزمالك، كابتن مصطفى عبده بص اللي قطع بعيد ده، مين يا جماعه اللي قطع بعيد ده يا جماعه؟ ما تخلونا احنا كده مش هنكمل اللقاء، هنتفرج معاكم خمس نقلات ولا ست نقلات جون. بص لا بص قطع ازاي؟ لا رجع لي لو سمحت اللقطه دي تاني كده بعد اذنك، بص القطعه كمان يا كابتن ياسر، انت بتتكلم عارف كام سنه؟ بص القطعه اللي قطعها اللي حط الجول، فكرونا يا جماعه مين اللي بي. انا مش شايف كويس لان الشاشه بعيده. بص يا كابتن ياسر، بص كابتن مصطفى راح فين الملعب. بص كابتن مصطفى راح فين عشان ياخد تمام، وبص بقى بص الفرود هيروح ياخد الكره، بص شايف بص التحرك، شايف سرق المدافعين كله. والله العظيم اللي الدوري الاسباني لا مش عايزين نعمل زي الناس الثانيه لكننا مش الدوري المصري
عموما كان نفسنا فعلا، كان نفسنا الجماهير الاهلي والزمالك يزينوا الاستاد والله العظيم بجد، وكان يبقى فعلا مباراه يتمتع بها الجمهور في المدرجات قبل ما احنا نتمتع بها كمان في التلفزيون. وان شاء الله مباراه تليق بالاسمين الكبيرين جدا الاهلي والزمالك، طول عمرهم بيقدموا مباريات فعلا بنستمتع بها، العالم العربي كله والعالم الافريقي كله، اعتقد كمان العالم كله بيتجه انظاره لهذه المباراه اللي كلها متعه يا كابتن ياسر. طبعا هو حدث كبير وحدث مهم، مباراه القمه خاصه انها كمان جايه في توقيت انت بتعرض نفسك على الوطن العربي وافريقيا في بطوله افريقيا اللي جايه اللي هتبقى موجوده في مصر. بالظبط، عايزين نظهر بمنظر يليق بمصر، سواء بقى في الاداء داخل الملعب من اللعيبه من الجاهزين الجهاز الفني هنا او هنا، سواء من الجمهور اللي مش هيبقى موجود في 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 الملعب. هو في جمهور 15 واحد، مش عايزين الحفلات اللي بتحصل بعد الماتش دي، لا عايزين يبقى في روح رياضيه، مبروك مش عارف ايه الدوري لسه صغيرة، حفله صغيره حفله عاديه بس حفله بتحترم بتحترم المنافس فيها. بلاش الحاجات اللي حلاوه الكوره، حلاوه الكوره يا كابتن ياسر ان احنا نقعد نلعب بعض بس بقمة الاحترام، بالاحترام بالاحترام وبالادب واللي هو ما نخرجش عن الشعور العام. انا عايز اقول لك زي ما انت عارف بقى، انت عارف احنا لما بنتعادل الماتش الزمالكاويه بيعملوا فينا ايه على الفيسبوك، دي الحاجات اللي بتخلي الواحد حزين الفتره اللي فاتت والله يعني بس في انت النهارده كسبان بكره الكره على طول، الكره مش مكسب على طول، الكره مكسب وخساره بالظبط، فالنهارده انت كسبت لا بكره ممكن تخسر، فانت اعمل حساب اليوم الثاني. والله بقول لهم كده ما حدش بيصدقني يا اسطى، اقول لهم يا جماعه انتوا النهارده بتخسروا وبكره تخسروا. لكن في زمالكاويه بصراحه انا مش تعصب، هو الموضوع ما بقاش يعني التعصب، ما هو التعصب موجود من زمان، انا بحب النادي الاهلي لحد اخر قطره دم. لا خليك عنصري في حبك، ده انت خليك عنصري كمان في حبك. أوكي. بس انا ما بغلطش في حد تاني. بالظبط، ما بغلطش فيك. بالظبط يعني كده. بالعكس، لا انا ممكن اكلم على لعيبتي، لعيبتي ما كانوش موفقين، لعيبتي مش عارف ايه، لكن ما اطلعش اخبط في الدنيا كلها وبوظ الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب المباراه بس تيجي وان شاء الله الاهلي يكسب. انا مش هعمل حاجه، انا مش هعمل حاجه يعني انت وعدت زي ما انت وعدت. لا انا مش هعمل حاجه، هم بقوا مستنينا اصلا، بس كله زي ما انت بتقول يا كابتن ياسر الا الجمهور. انا طبعًا عندي الا الجمهور طبعًا. الاهلي طبعا ده حاجه ثانيه خالص، نجوميتك من الجمهور يا ميدو. يعني انا وجهه نظري الشخصيه، انت النجوميه اللي الواحد بيوصلها ازاي؟ بفضل ربنا والناس، بفضل ربنا والناس اللي بتتفرج عليك، هم في الاول والاخر اللي بيخلوك نجم. يتكلم عليك هيخلوك ما حدش يتكلم عليك خالص يعني. بالظبط، انا والله العظيم انا عندي حتى لو حتى دخل حد مشجع ايا كان ايا كان حتى لو شتمني عمري في حياتي ما ارد عليه قدر الشتيمه، الا الجمهور هو العامل الوحيد اللي بيتحرق دمه ومش مستفيد بحاجه خالص، وعايز فرقته بس تكسب وعايز يفرح. اكيد بس احنا نكسبكم برضه، ده الكلام ده ملوش علاقه بالواقع ان شاء الله يعني ان شاء الله. احنا قلنا خلاص الاتجاه ان شاء الله رايح للنادي الاهلي ان شاء الله. متخوف من ايه؟ قول بصراحه ما تخافش. انا متخوف من مستر لاسارتي ان هو يضغط نفسه زياده عن اللزوم زي ما حصل في الماتشات اللي احنا بنلعبها بره في افريقيا. اتمنى ان هو ينزل ويلعب كورته العاديه الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها الفتره الاخيره هنا لما بيلعب في مصر، الماتش عادي جدا، وهو لو قدر يسيطر على اللعيبه بتاعته داخل الملعب في حته الهدوء والالتزام، هدوء اللي هو مش خمول، لا في حماس وكل حاجه بس في هدوء، لان الهدوء هو اللي هيخليك تعرف تفكر، هو اللي هيخليك تعرف توصل للجون، هو اللي هيخليك تعرف تحط الكره جوه الجون او تحطها بره الجون. بالزبط. كل ما تبقى هادي، كل ما تعرف تفكر، كل ما تبقى جهدك تقدر تختزله لاخر المباراه. متخوف ان هو ينزل يدافع، فدي تقلقني كتير جدا، لان اللي عايز يكسب ما يعني يدافع كويس، بس في نفس الوقت لازم يبقى ليا دور في الدفاع. انا بطمنك. الشكل الافريقي الشكل الافريقي انا عذرته في كده، انت لعبت في افريقيا كتير جدا طبعا ما شاء الله عليك، الاجواء الافريقيه ما تعرفلهاش حساب. لا هي صعبه بتنزل في الجو كمان، الجو كمان صعب جدا في افريقيا، درجه الحراره عاليه ونسبه الاكسجين قليله. انا عارف ان في عوامل بتبقى خارجه عن ارادته، لكن احنا ما تعودناش برضو يا ميدو ان الاهلي بيبقى ايه. انا معاك، مدي فرقه مثلا زي اللي بنلعبها مديها اكتر من حجمها، لا انت حجمك انا بدافع كويس بس في نفس الوقت ليا شراسه هجوميه في الناحيه اللي قدامي. لاسارتي من النوع اللي بيحاول ان هو يقلل الحمل على اللعيب، سواء حمل بدني او حمل عصبي.
ده اللي انا بقعد اتفرج وبحلله. يعني انا اول مره اتكلم في الكلام ده بصراحه لما بشوف ماتشات افريقيا. خلي بالك الاجيال غير الاجيال يا ياسر. اكيد لسه الجيل بتاعنا برضو فيه عناصر كتير شابه ولسه الاجيال الافريقيه بالنسبه لهم جديده. وانت عارف بقول لك الاجيال الافريقيه انت بتنزل معانا بتقول انا مين واحنا بنعمل اللي انا عايزين الماتش يخلص ونمشي. أيوة صح. بجد والله العظيم. صح. فهو بيحاول ان هو يقلل الحمل البدني على اللعيبه بيزود عناصر تدافع تجري. يعني دي اللي انا شفتها منه الفتره اللي فاتت. ما هو المشكله في لكن حاجه لكن جوه مصر هنا لا هو بصراحه هنا لا بصراحه لا هنا هو متفوق على اي حد بصراحه. الماتشين اللي لعبهم بره احنا ما بنهاجمش الا بعد ما بيجي فينا جول. بالظبط ده اللي كان يعني ده اللي قلقني. لا انا هنا انا عارف انا واثق ان شاء الله ان هو هيبقى الشكل مختلف. انا بقول بس ايه مش عايزه يدافع يعني دافع كويس. ما انت لازم تدافع عشان ما يجيش في الجول. أكيد. بس مش اللي هي ايه زون ديفنس ونقف مستنيين الهجمات تيجي علينا. لا مش عايزين ده. احنا بتوع الكلام عايزين ده كابتن ياسر. ايوه بالظبط كده. بتوع الكلام ده اللي احنا متعودين عليه. احنا عايزين احنا متعودين عليه. احنا ننزل تيشرتات الاول نحطها في الملعب نزلنا كده بعد كده ننزل باللعيبه بالرجاله بتاعتنا التيشرتات تعمل المطلوب. لكن المباراه يكون ليها تاثير سلبي على اي فريق في افريقيا بعد كده في حاله الهزيمه. دي بترجع للسيستم النادي نفسه. يعني انت لو السيستم بتاع طبعا اكيد يعني المنظومه نفسها هي اللي بتحدد شكل الفريق يا ميدو. يعني انت عمرك ما هتبقى ناجح الا اذا كانت ادارتك متماسكه ومنظمه وملتزمه في كل شيء. خلي بالكم الكلام ده اهم ما في الكوره. اهم ما في الكوره اللي بيتكلم فيه كابتن ياسر. اتفضل. فطول ما انت ادارتك منظمه وملتزمه وبتشتغل بشكل كويس بينطبع على الفريق على طول. برافو عليك. فتلاقي الفرقه دايما منتظمه. الفريق خلاصة كلامك الفريق شكلك. بالظبط شكل النادي. الفريق مردودك. بالظبط شكل مجلس الإدارة والنادي كله. شكل الكيان. بالظبط يعني هو احنا طول عمرنا انا بقول طول عمرنا وجهين لعملة واحدة. عملة النادي الأهلي، كيان النادي الأهلي. مجلس إدارة ولاعيبة بيمثلوا كيان النادي الأهلي. مش الشكل الواحد. ميدو وأنت وإحنا صغيرين قبل ما نيجي النادي الأهلي لما كنا نلعب مثلا ناشئين في النادي الأهلي أو كده كنا بنقعد نتفرج على اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي هي اعمارها زينا. ما حضرتش الفتره دي والله يا ياسر. انا كان نفسي احضرها. لابسين ايه؟ ايه الباص اللي راكبينه؟ بالظبط. ماشيين ازاي؟ بالظبط. ايه الشنط اللي في ايديهم؟ بيعملوا ايه جوه النادي؟ تتفرج. بيعملوا ايه جوه النادي؟ تتفرج اكنهم حاجه بالنسبه لك يعني. فالانطباع بيأثر على الفريق الثاني. بالظبط. فانت ما بالك بقى بنادي بكيان النادي كله وانطباع كله ماشي في سيستم واحد فاكيد بتأثر على الخصم. اول مره دخلت فيها اوضه لبس النادي الاهلي تفتكر؟ كان انا جيت بس ما كنتش لسه اتقيدت يعني. جيت في نهايه موسم كان مستر اول سنه لمستر مانويل جوزيه. اول مره دخلت طبعا كنت عارف بعض اللاعيبه اللي كانوا موجودين معانا في المنتخب. احساسك انت لا هو طبعا احساس تاريخيه. احساس لا انا يعني دخلت النادي الاهلي اول مره كنت بختبر بعد ما سيبنا بعض. بعد ما سيبنا بعض في نادي يا جماعه يعني برضه عشان ما حدش يفتكر حاجه كده ولا كده لا سمح الله. كنا مع بعض في نادي فكل واحد افترق راح في اتجاه. فانا جيت اختبرت فتره وبعد كده مشيت رجعت بلديه المحله تاني. تاني مره دخلت النادي الاهلي يوم ما كنت بمضي العقد مع باشمهندس عادل بقيعي وكابتن خطيب وكابتن علاء صادق كانوا موجودين. انا حاسس ان انا يعني بتحلم. يعني الموضوع ايه يا جماعه ده؟ احنا بجد والناس بقى تيجي تسلم عليك وبتاع. انت كنت بتلعب منتخب مصر محترف في المانيا ما كانش حد بيسلم عليك الا الاهلي. الله. انا بكلمك عن والله العظيم مش عشان النادي الاهلي يا جماعه قسما بالله. انا كنت بنزل ببقى حزين جدا لما نبقى نازل من المانيا في معسكر منتخب واشوف لعيبه النادي الاهلي والناس بتتصور معاها وتتكلم معاها. مش عارف بقول لك ازاي يا جماعه نكره. يا جماعه انا محترف في البوندسليجا والله العظيم ولا منتخب مصر. محدش عارفك. الاهلي نعمه. محدش عارفك فعلا. ده حقيقي الاهلي نعمه. لما جيت الحمد لله انا ما لعبتش كتير في النادي الاهلي صحيح لكن الحمد لله سبت انطباع كويس عند الناس وعند جمهور النادي الاهلي. في اول سنه مصر كلها عارفاني، مصر كلها عايزه تتصور معايا. ما بقتش عارف بقى اخرج. الاول كنت بخرج براحتي خلاص بقى موضوع. لما جيت الاهلي مش عارف اخرج، مش عارف اروح اقعد فين. مختلف. الوضع بيختلف تماما يعني. فالنادي الاهلي يا جماعه قمه كبيره وشرف لاي حد ان هو يبقى موجود او بيمشي حوالين النادي الاهلي من بره. دي حقيقه. دي حقيقه. محدش بيحس بكده فعلا غير اصل بيقولوا لي انت لعبت في النادي الاهلي سنه حبيته ليه كده؟ تخيل اقول لهم ايه طيب؟ السؤال ده كلنا بنتساله يا ميدو. انت بتحب النادي الاهلي كده ليه؟ ما تعرفش. انت لو عرفت انت بتحب حد ليه؟
حقيقه. لا الاهلي فيه مليون الناس حاجة لازم تعرف اه بالظبط. بس اقل الفروض يا ميدو انك في النادي الاهلي ليك قيمه، سواء ان شاء الله تكون عامل ملابس مش لعيب كوره، لا قيمتك محفوظه، مركزك موجود، عم حارس تاريخ، عم حارس تاريخ بالظبط كده. كل رجالتك في عدل، في نظام، في سيستم الناس كلها بتمشي عليه، مش واحد يمشي من انهيادي وواحد تاني قبله من ناحيه. هو ده الكلام اللي انا قلت، كلام مهم جدا جدا. اوعى تفتكروا، اوعى تفتكروا يا جماعه الكابتن ياسر رضوان بيتكلم في حاجات انا كنت بحب اتكلم فيها. كويس تفكرتني. اوعى تفتكروا ان انا اجيب 11 لعيب نجم، 11 نجم من نجوم العالم واجي اقول يلا بينا انا هاخد الدوري. لا خالص، اوعى تفتكروا الكلام ده خالص. اوعى تفتكروا ان نادي مش ماشي بسيستم او ماشي كده وربنا هيحقق له كل النجاحات اللي النادي الاهلي فيها دي. النادي ده من اول ما اتبنى لغايه اخر يوم الى ما شاء الله يعني هيفضل ماشي بسيستم، هيفضل ماشي بنظام، وهيفضل ماشي بقواعد ومبادئ. ما حدش قادر يقدر قيمه كلمه مبادئ، لا ما قيمه اسس، قيمه عقليه. اللي زعلك يا ميدو ان في ناس تقول لك ايه هو ده، ما انتوا ما فيش مبادئ، ده انتوا ما فيش مش عارف ايه. يا جماعه ما فيش كده. انا النهارده واحد صحفي من راجل محترم برضه بيكلمني بيقول لي يعني حته الانتخابات والرئيس النادي اللي قبل كده ورئيس النادي الحالي ما فيش بيبقى في بينهم مشاحنات، ما فيش مش عارف. قلت له النادي الاهلي ما فيش الكلام ده خالص. لو في الكلام ده في مجموعه لعيبه جت باشمهندس محمود طاهر لما كان موجود هو اللي جايبها، لحد الان بيلعبوا ونجوم الفرقه. لو انا راجل مش مظبوط هاجي احاول واحده واحده ايه اخلص على اللعيبه دي وابدا اظهر اللعيبه بتاعتي عشان اقول انا اللي جبت مش غيري اللي جاب. بالعكس، في اندماج عندنا لغايه دلوقتي. يا كابتن ياسر، الكابتن محمود الخطيب في اي مكان بيروحه بيقول كل الشكر والتقدير للمهندس محمود طاهر في هدف النادي، والمهندس محمود طاهر كان بيقول بيثني على قبل كده العظيم في تواصل حسن حمدي. طبعا هي دي في تواصل الاجيال، دي قيمه النادي الاهلي. اه بالظبط، دي قيمه النادي الاهلي. عايز اقول لكم حاجه بقى قبل ما ننهي الحوار بقى. يعني ياسر رضوان كان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كملت في الكوره تاني. ياسر كان بيلعب في البلديه وانا كان بابا الله يرحمه بقى انت عارف دراسه والحاجات دي، فياسر كان هو الوسيط ان انا العب كوره تاني في البلديه. وياسر ومحمد عماره عمري ما انسى لهم موقف انا حكيته لك قبل كده. مش فاكر انت فاكر ولا لا. انا رحت البلديه المحله فبتمرن، فياسر رضوان ومحمد عماره مش بيتمرنوا بقى، بياكلوا النجيله بالمعنى الحرفي. يعني انا يعني مش انا، النجوم كان اكرم بقى وعبد المجيد وكنت فرقه اسامه كنت فرقه واسامه حامد كنت فرقه. دول السبرنت، لا ياسر وعمار هم كانوا مع بعض على طول، وسبرنت اللي هو بيفحروا في النجيله. فانا رحت قلت لهم يعني ليه، يعني ليه انتوا ما بتمرنوش زي اللعيبه ليه او اكتر شويه؟ فانتوا طبعا انت ما تفتكرش الحاجات دي، انت وعماره قلت لي الخطوه الزياده هي اللي هتوصلنا في مكان اكبر. عمري ما انسالكوا الكلمتين. انا دايما اقول ايه يا ميدو، كانت دي حقيقه فعلا. اه ده حقيقه. لما حتى بنجري حوالين الملعب من بره كفرقه مع بعض احب اجري من ناحيه بره. فمره حد بيسالني بيقول لي يعني انت تجري اكتر، قلت له لا انا كده بجري اكتر. في الملعب هو في وقت معين مستواه هيقل في الناحيه البدنيه وانا هيبقى افضل لسه ايه مستمر. يعني بالزبط. شوف الواحد كان بيفكر ازاي بالظبط. يعني ده كان تفكيري في الوقت اللي انا كنت فيه يعني. وبعدين بقى جالي بعد كده بقى كابتن رمضان السيد يا كابتن ياسر. كابتننا كلنا كان بيحاسبنا على الخطوه. كابتننا كلنا هيكون معايا بعدك على طول الكابتن الكبير. يشرف الدنيا وينور الدنيا. والله نورت الدنيا يا كابتن ياسر. حبيبي يا ميدو، وانا سعيد جدا ان انا ابقى معاك والله. انت تنور. ان شاء الله يبقى لنا حلقه بعد ما ناخد الدوري باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هو في حلقه مع عمر يعني ربيع ياسين احنا متفقين. يعني انا جيت له الفرق كان لسه 13 بونت، قلت له قبل يوم 30 ان شاء الله مش هيبقى فرق. اه صحيح فرق بنطين، بس ان شاء الله بعد يوم 30 مش هيبقى في فرق. يا رب يا رب ان شاء الله. نورت الدنيا يا كابتن. حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك في كل اللي جاي ان شاء الله. ربنا يبارك لك. وهستناك بعد القمه باذن الله ان شاء الله انا وعمر. مع ان عمر بيقول للناس كلها انا هستناكوا، هو مش عايز اتكلم عشان خاطر الكابتن ربيع. اه بس انا استنونا مش جاي. شكرا كابتن ياسر. شكرا كابتن ميدو، ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير الكابتن ياسر رضوان. بعد الفاصل هنستقبل بقى النجم الكبير جدا 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 كابتن رمضان السيد نجم الاهلي ونجم منتخب مصر. استنوا